استاذ محمد كامل، اهلا بحضرتك. احنا بنرحب بيك احد الشعبيين في مركز مدينه الدخله، وعرفنا ان كان في مشكله بسبب الجامعه الافريقيه ومكان اختيارها سواء في الدخله او في الخارج او في الفرافره. نحب سيادتك تعرض المشكله على المواطنين. وحضرتك احنا للاسف، انا هقول الحقيقه والواقع. دائما احنا اللي احنا ملاحظينه ان الاحلام سقط منها حرف الحاء عندنا في مركز الدخله، بينا بنعيش الامنا. او انا هقول لحضرتك بالبلدي، احلامنا دايما بتبقى اوهام في مركز الدخله، وده واقع بالنسبه لنا. هقول لك حضرتك ازاي. هو انا مش هقول لك بقى بمحض الصدفه حصل حاجات احنا مش مقدر او ممكن في سننا او اللي حصل فيها. احنا يعني كبرنا وترعرعنا، لقينا ان سنتر المحافظه هو مركز الدخله، اكبر عدد سكان هو مركز الدخله، اكبر قطاع زراعيه هو مركز كم الدخله. تقريبا استاذ محمد عدد السكان في الدخله؟ هو عدد السكان يعني ما يقارب ال 100,000. تمام. عدد السكان كل حاجه يعني. او هقول لك ان مركز الدخله لديه من المؤهلات ما يؤهله ليكون العاصمه، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. هو احنا فين احنا كده؟ كل حاجه دلوقتي بنلاقيها بتبقى في مركز الخارج. مركز الخارج هو العاصمه، مركز الخارج فيه الاداره والمديريه، مركز الخارج فيه المدارس المستحدثه للدين الجديده، مركز الخارج فيه كل حاجه. الى متى مركز الخارج؟ انا مش عايز اقول كلمه في تفرقه عنصريه، لا مش عايز اقول الكلمه دي. طيب وما بحبش حد يقول الكلام ده، لكن انت ساعدني يعني، انت اعني على برك ان انا ان انت ان انا ما بحبش ان انت بتعمل كده، ماشي؟ يعني اعينوني. ازاي يعني؟ هقول لحضرتك ازاي يعني. الجامعه الافريقيه دي احنا سمعنا كلام ان هي هتيجي تنشا وهتعمل في مركز الخارج. ليه مركز الخارج؟ بيقولوا مركز الخارج عشان العاصمه. طب انا مركز الخارج يمكن احد الحوارات اللي هيقولها او المبررات اللي هنسمعها هيقول هو الاقرب لمحافظه اصلي، او هو الاقرب للمطار. طب مش احنا عندنا المطار هنا ومحتاج مبالغ يعني مش كبيره جدا وكان موجود. احنا عندنا طريق جديد المفروض هينشا في خلال ما يقارب سنه خلاص، يعني احنا الاقرب. عدد السكان احنا عندنا 5 مراكز موجوده، عندنا مركز فرافره، مركز دخله، 5 مراكز كلهم السنتر بتاعهم مركز الدخله. طب ايه المانع نبقى مركز الدخله ونخدم جميع المحافظات؟ تمام. استاذ محمد، حضرتك شايف ان ممكن ننشأها فين لو جت في الدخله مثلا، عشان ما حدش يقول لك لا ما عندكمش اماكن في الدخله؟ لا، هو في اماكن موجوده جدا بين مركز الدخله ومركز فرافره، في اماكن موجوده صحراء اللي هي مكان مكان الابار اللي كانت موجوده، او هي مكان فاضي. انا بالنسبه لي مكان فاضي موجود غير مستخدم، بس على اول طريق كده المفروض. تمام. في اماكن ثانيه حضرتك غير الطريق ده؟ في طريق ثاني يعني اللي عند المطار. انا شايف حته من عند المطار لغايه العوينات موجوده، واحنا بنقول عايزين نمشي مجتمع عمراني في توشكا والعوينات، يبقى ايه المانع نبقى هنا؟ يعني ادي اللي احنا شايفينه، واتمنى ان ده يحصل فعلا. اشكرك جدا استاذ محمد. شكرا لحضرتك.